أبتي، هل أخبرتني عن معنى قرقيعان؟ أحسنت يا بني، سؤال جيد. هي فرحة عم الوجود يوم مولد سبط رسول الله الأكبر وريحانته الإمام الحسن عليه السلام. ومتى كان يا أبي؟ كان ذلك في النصف من شهر رمضان المبارك. وماذا جرى يومها؟ سمع المسلمون خبر ولادة الإمام الحسن عليه السلام وأقبلوا يهنئون النبي وعليا وفاطمة بوليدهم الكريم. أبي، وأين قرقيعان في القضية؟ بني، لما وصلوا المهنئون سلموا على الرسول وقالوا مرحى مرحى قرة عين قرة عين، ومضت هذه الكلمة وتغيرت عبر ذلك الزمن حتى صارت بالمعنى الدارج قرقيعان. ومنذ ذلك الوقت وإلى الحين نحن المسلمون نوزع الحلوى تيمنا بكرم الإمام الحسن عليه السلام، ويأتون الأطفال في النصف من شهر رمضان ويطلبون الحلوى من البيوت. قرقيعان وقرقيعان باسمك يا نور الرحمن، ما أجمل هذا العنوان. قرقيعان وقرقيعان قرقيعان وقرقيعان، أنت النور وأنت الجوهر، بك العالم كله تنور، برسومك شفنا أجمل منظر يا والينا. الله حبيناك وحبك يكبر يا عطر الجور ويا العنبر، برسومك شفنا اجمل منظر يا والينا. الله يا املنا يا حسننا، مهما يطشرنا الزمن حبك يلمنا، يا اول عشق عايش عمر بينا، وشاط الوفا نبعث تهانينا. حي الله الحسن حي الله والينا، حي الله الحسن حي الله والينا. حي الله والينا، حي الله الحسن حي الله والينا. قرقيعان وقرقيعان باسمك يا نور الرحمن، قرقيعان وقرقيعان باسمك يا نور الرحمن، ما أجمل هذا العنوان. قرقيعان وقرقيعان قرقيعان وقرقيعان، ميلادك للعالم بشرى بحيدر يفرح، والزهرة 15 برمضان ذكرى ما ناسينا ما ناسينا. الله حبك ما يتوصف سره، ما أجمل إحساسه وعطره، هذا الشوق وهاي الفطرة ما ناسينا ما ناسينا. بالمشاعر انت حاضر، واللي يضدك دنيته وآخر تخاسر، اسمك من يمر علينا طارية، واجب ننحني له بخالص النية. بيدك يا الحسن تنطينا عيدية، بيدك يا الحسن تنطينا تنطينا عيدية. تنطينا وتكرمنا، وبخيمة عطفك تجمعنا، دربك دلانا وعلمنا وتعلينا وتعلينا.
الله لو ما نورك جاء ما صرنا وبدين الخالق ما عرفنا بس علمك جانا ووفقنا وتعلينا حيدرية فاطمية هاي المدارس هي عنوان القضية علمك من علي والعلي من العالي من حب فاطمة تعلمت يا الغالي يا والي وتظل طول الدهر والي يا والي وتظل طول الدهر والي والي بشارة قد جاءنا رمضان وبنصفه تتزين الأكوان ولد الزكي المجتبى يا مرحبا هو ذو السخاء وجوده عنوان وبفرحة هرع الجميع لأحمد مرحى وقرقيعان قرقيعان